بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على نهجه ونهج أهل بيته الكرام. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله سماحة السيد، يتقبل أعمالكم إن شاء الله. بعد قليل بإذن الله تعالى رح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم وما تطرحونه، وسماحة السيد هنا إن شاء الله يجيب على كل مداخلاتكم وأسئلتكم. بداية سيدنا، ونحن في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك شائعة تهمة يعني تنطلق إلى المسامع بين فترة وأخرى، أنكم يا أتباع آل البيت أيها الشيعة يعني تهتمون بأهل البيت وتتركون رب البيت، تتركون النبي صلى الله عليه وسلم دون اهتمام، كيف تردون على هذا الكلام؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى آله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الغريب أن هذه الشبهة وهذه التهمة يذكرها طرف هو يرى أن الاحتفاء برسول الله ميلادا بدعة ورحيلا بدعة، يعني أن نحيي أمر رسول الله في ميلاده يعتبره بدعة ولا أصل له في الدين، والحزن على وفاته يرى أن هذا بدعة، وأن الخليفة الثاني كان يضرب النساء عندما يراهن أنهن يبكين على موتاهن. نعم. فأقول لمن يشكل هذا الإشكال أنه أنت في واقع الحال لا تستطيع أن تشكل على الآخر أنه لماذا تحيي لفلان ولا تحيي لطرف آخر. أصل القضية أنك تحرم وتمنع الإحياء والاستذكار والاحتفاء، كل هذا تعتبره بدعة. قد تقول أنه اترك الوهابية والسلفية، إنما الآخر السنة المعتدلون، نعم، الصوفية وغيرهم. نقوم في الواقع، أولا ليس هناك شيء اسمه أننا نهمل أمر الرسول أبدا، وإذا كان إحياؤنا للحسين وأولاد الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولأبيه الإمام أمير المؤمنين وأمه الصديقة الزهراء، إنما هو بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله أولا أمرنا بأن نتودد إلى أهل بيته ونتقرب إليهم ونحتفي بهم بأمر الله سبحانه وتعالى، الذي جعل أجر رسالة رسول الله هو المودة في القربة. يعني إذا تشوف القرآن الكريم يقول أجر الرسالة وأجر رسول الله صلى الله عليه وآله جعل أنه نتودد إلى قرباه، وقرباه أهل بيته، وبإجماع المسلمين أهل البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، وغير الإجماع إدخال بعض الأشخاص الآخرين الذي هو ليس محل إجماع. فإذا نحن عندما نحتفي بالحسين الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، فنحن لما نحتفي بالحسين نحتفي بجده، نحتفي بخط جده صلى الله عليه وآله. نعم. وثانيا، هذا أولا. ثانيا، الإشكال وين؟ الإشكال في الاحتفاء والاهتمام أو في الاقتداء والالتزام؟ طيب، القوم لما تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله مطروحا، نعم، ولم يهتموا حتى بتجهيزه، نعم، وذهبوا إلى سقيفتهم، هؤلاء الذين التزموا بخطه وبمنهاجه وبوصيته
التي لمرات عديدة في حياته الكريمة وآخرها في غدير خم دعا الناس على أنه يجعل عليا هو الإمام والخليفة، ولكن تنصلوا وتركوا عليا وذهبوا إلى غيره. هذا أهم أن نحتفي ونلتزم بخطه ومنهاجه، أو أن نستذكره ونشكل على آخرين أنه أنتم لا تذكرونه. نعم. مشكلتنا نحن نقع في مغالطات كثيرة للأسف الشديد، والسوشيال ميديا والكلام السطحي يشوش الرؤية ولا يجعل المتلقي في وضوح. نحن سؤالنا الواضح هو هذا: الأهم فيما يرتبط بشأن المسلم هو الالتزام بالمنهج أو الالتزام بالشعار والعنوان؟ لأسمي نفسي محمدية، لأسمي نفسي رسالية، لأسمي نفسي مسلمة، ولكن واقعي شنو؟ واقعي محمدي؟ واقعي رسالي؟ إذا كنت محمدي المنهج، أين محمد في طريقي وفي حياتي وفي تعلقاتي وفي فكري؟ أين محمد؟ صلاتي محمدية؟ وضوئي محمدي؟ ولائي محمدي؟ هذا في واقع الحال أزمة، أزمة فكرية للأسف لم تحل إلى يومك هذا. نعم، نحن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وآله بجنبتين، بذاته صلى الله عليه وآله وبأهل بيته الذين هم ماذا؟ أمر الله سبحانه وتعالى صلتهم ومودتهم والالتزام بهم. فلذلك القرآن الكريم لما يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، لله وللرسول، استجيبوا لمن؟ لما دعاكم. دعا الرسول صلى الله عليه وآله بالتزام أهل بيته والتزام علي، التزام علي، أين الأمة في هذا كله؟ ففي واقع الحال هناك مغالطة وتشويه وتزوير للحقائق، ونعتقد جازمين أننا عندما تمر علينا ولادة النبي الأعظم نذهب لعلي نبارك له ولادة ابن عمه وسيده، لما في ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وفاته، وفاة الرسول الأعظم، نذهب إلى علي لأنه صهره وابن عمه وأقرب الناس إليه، نعزيه وخليفته بلا فصل. عقيدتنا أن عليا خليفته بلا فصل، ولذلك طريقنا لرسول الله، طريقنا لرسول الله علي بن أبي طالب وليس لشخص آخر أصلا. وأي شخصية أخرى أن توصلنا إلى رسول الله لابد أن تكون ماذا؟ شخصية على المنهج العلوي. نعم. على المنهج العلوي. أما منهج آخر لا يقبله. حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما طرحت له الخلافة في زمن الخلافة قال: إذا تبايعوني تبايعوني على ماذا؟ على ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وليس شيء آخر. قالوا: لا، ما جاء به محمد وسنة فلان وفلان. قال: لا أقبل ذلك، لا أقبل ذلك. ولما استلم الخلافة أمير المؤمنين أول ما قام به كل ما بنتها الخلافة من قبله حاول أن ماذا؟ أن يصحح. واحدة من عدها صلاة التراويح، صلاة التراويح الإمام عليه حال قاومها وأرسل الحسن صلوات الله عليه، قال: اذهب إليهم وقل أنه لا جماعة في نافلة، لا جماعة في نافلة، والصلاة نافلة والجماعة باطلة فيه. فذهب إليهم وقال: أيها الناس، أن أمير المؤمنين يقول لا جماعة في نافلة، وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والجماعة في النافلة هي بدعة. خرجوا مظاهرات، مظاهرات وسنة عمراء. شوف القضية، قضية منهج حبيبي، لابد أن نلتفت إلى المنهج، لا نلتفت إلى الصورة والشكل والديكور. هذا كله مطلوب ولكن بشرطه، شرط أن يكون المحتوى المنهج منهج صحيح. نحن نعتقد
أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالتزام أهل بيته والتزام منهج ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليه التي قال عنها هو أنه فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، ومن أرضاها فقد أرضاني، ومن أرضاني فقد أرضى الله. زين، هذه شوف الخط، يعني وين الوسائل اللي توصل إلى رسول الله ومن بعده إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين؟ نعم. هل فلان وفلان وفلان؟ لا، لابد الإنسان أن في الواقع حسب تعبيرنا يعيد حساباته. وفرصة مسيرة الأربعين فرصة كانت كبيرة جدا ومهمة، ورأيت هناك مثقفون وأكاديميون استرجعوا حساباتهم وحاولوا أن يعيشوا الفكر الصحيح، وقرروا أنه يلتفتوا إلى هذا الأمر، وكثير منهم على حال أعادوا النظر فيما يتبنون من فكر. أحسنتم سمعت سيد. أيضا يعني فيما يرتبط بإحياء المناسبات لمن يعني يأخذوا على محبي آل البيت أنهم يحيون المناسبات دون ذكر رسول الله، فإن هؤلاء القوم يحيون مناسبة ولادة الرسول، ويحيون مناسبة مبعثه الطاهر، ويحيون مناسبة المباهلة نفسها، ويحيون مناسبة ذكرى رحيله المؤلم. فإن كان الأمر خاصا في أو حتى وإن كان خاصا بإحياء المناسبات، فهذه بعض المناسبات التي يحييها محبو أهل البيت. أحسنتم سماحة السيد، شكرا على هذه الإشارات المهمة. إذن من الآن مشاهدنا الكريم بإمكانك أن تتصل وتشاركنا حديثنا هذه الأمسية، وتطرح سؤالك وسماحة السيد رشيد الحسيني هنا للإجابة على هذه الأسئلة بإذن الله تعالى. على بركة الله، الاتصال يكون من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، بإمكانك أن تتصل وتطرح سؤالك. ونأخذ أول المشاركات رسالة صوتية نسمعها. يا الله، السلام عليكم سيد. عليكم السلام. سيدنا جدي عنده 6 بنات وولد واحد. هذا الولد اللي هو خالي جدي زوجة وهو بعمر صغير، يعني 14 سنة قبل سن البلوغ. قبل الحكومات يعني قبل 2003 اللي زوج قبل سن البلوغ، إذا صارت عنده خلفة مثلا ولد أو بنية مسجلة ما تصدر جنسية. فجدي سوى خالو صارت عنده بنية، فجدي سوى اجى سجل البنية باسمه، البنية صارت باسم جدي لأن خالو بعد ما بالغ. المهم بقيت باسم جدي اليوم لنهار. فجدي توفى عنده بيت ورثة، اتقسم البيت يعني خالي وخالاتي اتقسم البيت بيناتهم. هاي اللي بيت خالي اللي سجلها جدي باسمه هسه طالبت بالورث، قلت لهم انا اريد ورث وياكم لان انا مسجله باسم الحجي جدي اللي هو داود. فقالت انا اريد ورث، فاخذت الورث. هذا شنو؟ حلال حرام؟ واضح. شكرا للاخ الكريم صاحب الرساله، تفضلوا سيدنا. في الواقع هذا السؤال يدعونا الى ان نجيب عليه بجوابين مهمين. الجواب الاول، هذه من مشاكل القانون الأحوال الشخصية النافذ. قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي هو نحن ندعو لتعديله وبإلحاح، أنه يمنع من كان دون 18 سنة أن يسجل عقده. ولذلك هذا المسكين صار عنده طفلة لا يتسجل لأنه دون، هو يقول دون سن البلوغ. سن البلوغ يعني يقصد القانوني، قانوني، وإلا هو صار عنده طفلة شلون بلوغ يعني. فالقانون المجحف بالنسبة لهؤلاء جعل الجد أن يسجل بنت ابنه باسمه هو، فصارت حفيدته بنته وأخت لأبيها قانونا، وصارت مشكلة على أنه تشترك مع والدها ومع أعمامها وعماتها بالإرث. لا يجوز لها ذلك. نعم، لا يجوز قانونا. نعم هي أختهم، ولكن شرعا هي الطبقة الأخرى، يعني بنت
حفيدة والحفيدة لا تشارك أعمامها وعماتها في الإرث. طبقة أخرى قولوا لها لا يجوز لك أن تأخذي حتى لو سمح لك القانون الغير الصحيح المجحف الغلط اللي ندعو ونجدد دعوتنا إلى تعديله ونلح على ذلك، لأنه في الواقع يوقع الأسر والعوائل في مشاكل ومطبات منها هذه المطبة والمشكلة الكبيرة. أحسنتم سيدنا، إن شاء الله الإجابة صارت واضحة للأخ الكريم صاحب الرسالة الصوتية. لا نزال نستقبل مشاركاتكم ومداخلاتكم من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نأخذ مشاركة أخرى. احنا عندنا رسائل مكتوبة أيضا إذا صار عندنا مجال نقراهم. نأخذ رسالة صوتية لو مكتوبة لو اتصال. اتصال من الأخت الكريمة أم أحمد. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام أختنا. شلونكم؟ شلونك؟ حياك الله. تفضلي. تفضلي سؤالكم. أهلا بك. حياك السيد. السيد عندي أخويا مدرع يمثل يعني قاطع الصعيد يمشي بس من كرة لما يطلع يعني ما يطلع يا رب. نعم. ومثل عام فوقع ورجع قال له يعني ما تقعد السيارة لازم تفصل مرات مش من كرة لما الكربلة توصل. وهو سي يعني يقول شلون صاير بقى. شلون نذر؟ يعني يقولون لك بعد السيارة. أم أحمد شنو الكلمة اللي قالها بالنذر؟ شلون قال؟ شلون حكى؟ حافظتها؟ يعني قال عن نذر ونذر كامل نذر علي. نذر شرعي. واضح. صحيح. تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا حضرتك على اتصالك أختي. تفضل سيدي. شوفي أختي، على فرض أنه صيغة النذر صحيحة. هو سيد الصيغة صحيحة. على فرض. نعم. تسمح لنا سيدنا بس نأخذ اتصال ونرجع للأخت أم أحمد وإجابتها. حسن تفضل يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بدأ استفسار. تفضلوا سؤالكم. يعني احنا بالمزرعة عندنا طيور بلابل. زين. يعني نتفرخ وصير أفراخ. يعني تصير مو كل كبيرة وناخذها نبيعها. زين. أريد يعني أعرف هذا حرام حلال. تأخذين أفراخ البلبل تبيعوها. ناخذ البلابل نبيعها. الأفراخ للأم؟ لا الأفراخ. الأفراخ تمام. عندك سؤال ثاني حسن؟ لا ما وقت. شكرا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله. عفوا سيدنا، آسف المقاطعة. نرجع لأخت أم أحمد. في واقع الحال على فرض أن يكون صيغة النذر صحيحة، لأن صيغة النذر صيغة حساسة. يعني حتى لو قال لله علي نذر، بعض الفقهاء يقول هذا غير صحيح. لله علي نذر يعني النذر عليك وليس متعلق النذر، هذا في البحث يعني فقهي. فلذلك لله علي أن أفعل كذا. فعلى فرض صحة صيغة النذر على الفرض، فإنه عجز، تقول عجز يعني الرجال صار عنده مشكلة وما استطاع أن يستمر في المشي فركب السيارة. فبلا إشكال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا القدرة شرط التكليف، إذا الإنسان غير قادر فهو غير مكلف، يسقط التكليف عنه عندما يفقد القدرة. وحسب تعبير الأخت أنه ما استطاع، صار عنده مشكلة فركب، لا إشكال في ذلك. ممكن يؤذي نفسه سيدنا الأم كمية، بل لا إشكال في ذلك وليس عليه كفارة. أحسنتم سيدنا. الأخ حسن وبيع لأفراخ البلابل من مزرعته. في نفسها ما في مشكلة، في نفسها أن واحد يأخذ الأفراخ يبيعها كذا ماكو مشكلة، مو هي على حال تهلك، لا تؤخذ للتربية وحتى تكون أهلية وأليفة، لا إشكال في ذلك بما هي هي. يقول مسكينة هاي بنات أمهاتهم كذا يتأذون، هذا على حال قضايا أخلاقية الأفضل إنسان لا يقوم بها، ولكن من ناحية الشرعية لا إشكال فيه. أحسنتم سيدنا، إن شاء الله الأمر صار واضح بالنسبة للأخ حسن والأخت الكريمة أم أحمد. نذكر بشكل سريع بالنسبة لسؤال الأخت أم أحمد، لا شيء عليه بسبب عدم استطاعته الوفاء بالنذر. وبالنسبة للأخ حسن فمن الناحية الفقهية يجوز لك بيعها، ولكن هناك جنب أخلاقية ذكر السيد، إذا كان يعني تعتقد أنه الأم أم الأفراخ راح تتأذى إذا فارقت أبنائها. طيب نأخذ مشاركة أخرى. مشاركتنا شنو؟ رسالة صوتية لو رسالة لو اتصال.
ناخذ رساله صوتيه. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام. عندي سؤال. انا عندي صيام قضى ما مضى في ذمتي وصمت منه 18 شهر وبعد ما ادري مطلوبه 20 30 مطلوبه 20 اكثر من 20. انا صمت 18 شهر كافي بعد اصوم وشكرا. تفضل سيدة. يعني الأخت الله يحفظها هي تجيب على نفسها، هي ما تقول أنه أنا علي قضاء ما في الذمة من صيام، وهي قاطعة يعني تعتقد على أنها ما عليها من الصوم أكثر من 20. هي تقول 20-30 شهر يعني 18 قالت سيدة. لا عفوا، هي صامت 18 شهر. لا. تقول لي علي يعني متأكدة 20 أو 30، يعني هي ما صايمة بحياتها يعني شبابها، فصايمة 18 وتسأل على اللي ثابت عليها تقول أدي له. لا نعم، إذا أنت متأكدة بينك ما بين الله أنه عليك بعد أشهر أخرى فيجب عليك أن تقضينها، مو بس قضاءها، لازم تنطين كفارتها أيضا وتنطين كفارة التأخير أيضا. فعلى حال إن شاء الله الأخت تراجع التطبيقات الدينية اللي على حال إحنا ندعو المؤمنين أن يراجعوها ويشوفون شنو اللي بالضبط عليهم. نعم عليها أن تقضي بالمقدار المتأكدة منه. مقدار متأكدة منه إيش قيد؟ هي تقول 20 أو 30، يعني بينهم فتأخذ الأدنى. لابد لا لابد لابد تقول لا 20 إلى 30، يعني يكون 25. لابد أنت على حال تأخذين المقدار اللي بينك ما بين الله أنه أنت ما صايمته. طيب، عندنا أيضا أسئلة. سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان. أولا، عندما كنت صغيرة قد أخذت من عائلتي نقود دون علمهم وبعض الأشخاص لا أذكر أخذت منهم أم لا، فما حكم ذلك؟ هل أقدر نقود لا على التعيين وأعيدها لهم أم ماذا أفعل؟ ثانيا، أنا أرتدي النقاب وهو شبيه للبوشية منذ أشهر وأنا محبة للنقاب، ولكن عندما أرتديه أشعر بأنني أرتديه للزينة، فكيف أجعل نيتي لارتداء للنقاب بأن يكون العفة والقضاء على كونه للزينة بالنسبة لي؟ أرجو منكم إن وجد ذكر أحاديث أو وصايا بخصوص النقاب أو البوشية. تفضل سيدي. أول شيء الأول فيما يتعلق بالنقود، يعني أخذ الأموال من الآخرين وأنت دون سن التكليف على حال غير مكلفة في وقته، والمفروض كان والدك يعني الولي هو الذي يضمن هاي الأمور، ولكن الآن أنت كبرتي وتقول أنا أحس أنه أنا مديت إيدي على أموال الآخرين، فلا بد من إرجاعها، تقدريها وترجعي إلهم. حتى إذا كانت طفلة تقول كنت صغيرة. نعم، ولكن على حال الآن هي مكلفة وفي ذمتها شيء، فلا بد ماذا من رد إلى أهله. تقول على أنه النقاب لا المال ما ترجعها، ترجعها إلى أهلها، تقدره. الآن تقول لهم يا أبا أنا سرقت منكم. لا، مو بالضرورة، تقول عليه مو بالضرورة هدية. مو بالضرورة تقول لهم أصلا، تخلي الفلوس لهم وتطلع. أما الأشخاص اللي تقول أشك أنه أنا أخذت منهم لو لا، الأصل أنه ما أخذت منهم، موارد المشكوكة ليس عليك شيء. لأن سيدنا قيمة النقود باعتبار أنه صار فترة زمنية بلا إشكال قيمتها. أي نعم، مثلا أنا ما أخذ من عندهم درهم. الدرهم الآن كم يحدد؟ أنه الدرهم الآن مثلا 10,000 دينار مثلا، ما أعرف، فلا بد إرجاعها. أما مسألة النقاب، النقاب على حال هو ستر الوجه، وهذا أمر راجح يعني مطلوب. تقول لا مو أنا راح أطلع أجمل، هذا مو مهم، يعني مو مهم أني هو تطلعين أجمل أو تطلعين غير ذلك. قضية ستر الوجه مطلوب. عفوا سيدنا، هي يعني عن النية تتكلم، ولكن عندما مهم. أرتديه أشعر بأنني أرتديه للزينة. مو مهم هذا لا. مو مهم، ولكن المهم أنها شنو؟ أنها هي تريد تستر وجه. تقول أنا أستر وجه بس أنا أطلع أجمل، أشعر شعورك مو مشكلة، المهم أنه أنت قومي بما هو مطلوب شرعا. طيب، سؤال آخر. مولاي سيد رشيد، أنا أخذت فلوس. نعم، عندنا اتصال، ناخذ اتصال اول. هاشم، تفضل يا هاشم. هاشم تفضل. قطع اتصال الاخ هاشم، يعاود الاتصال ان شاء الله.
مولاي سيد رشيد، أنا أخذت فلوس بقيمة 10 مليون من شخص أعرفه واتفقنا أن أرجع له المبلغ بعد سنة، قال أخذ عليهن 3 ملايين يعني بعد سنة أرجع له 13 مليون، والعملة اتفقنا عليها ينطيني عراقي محلي أرجعهن إلى دولار، هذا شنو حكم وهل هو حلال أم حرام يعني ربا؟ إذا كان قرض يعني هو قرض أنه اقتراض موشي أنطان يعني قرض، يقول أخذت فلوس بقيمة هالقد من شخص أعرفه واتفقنا أن أرجع له المبلغ بعد سنة كذا، قرض إيه يعني اقتراض. الاقتراض سواء كانت بعملة متحدة أو عملة مختلفة لا يجوز اشتراط الزيادة فيه، اشتراط الزيادة ربا لا يجوز. أنت من تأخذ 10 ترجع 10، أما تأخذ 10 على أساس ترجع إلى 13 والله أنا أحولها بدولار أحولها، هذا ما يأثر، هو قرض جلب نفعا وكل قرض جلب نفعا ربا محرم لا يجوز. مرة تقول لا أنا اشتريت دولار ما بقيمة 10 ملايين اشتريته لمدة سنة ب13، هذا بحث آخر، هذا يعني شراء وبيع، هذا شراء وبيع، والبيع والشراء يختلف عن الاقتراض، إذا كان اقتراضا فلا يجوز، إذا كان بيع وشراء يجوز. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي صديقة بإحدى الدول الأوروبية وتطلقت بمحكمة هذه الدولة، من ناحية الشرع هل بها إشكال أو حرمة؟ نأخذ اتصال ونرجع لهذا السؤال إن شاء الله. مجيد تفضل. نجيب تفضل عزيزي أنت. سؤال السيد عندي. نعم تفضل اطرح سؤالك أخوي. بس وخر عن التلفزيون أو نص صوت التلفزيون نهائيا يعني، أو روح الغرفة ثانية. خارج التلفزيون أمام التلفزيون. طيب. كان عند راتب الوالدي. نعم. يتحول باسم أمي وربعتي. راتب تقاعد ضمان اجتماعي. نعم. إن زين توفت والدتي. تحول الراتب تلقائيا باسم ربيعتي. نعم. فقلنا للسلم فهي زوجت مع تعاقد بالمحكمة بدون عقد. نعم. فبدأ نجيب كتاب من النفوس من هي مام الزوجة، أخذ كتاب بالبداية ما قلوا لنا، بعدين قلوا لنا بعد ثلاث أشهر قلنا نجيب كتاب، جبت لهم كتاب. إنه هي ما متزوجة. أيه. بس هي بالحقيقة هي متزوجة طبعا. أي واضح، فهذا الراتب شرعي مو شرعي راتب. واضح تمام، تسمع الجواب، شكرا لك على اتصالك، تفضل سيدنا. واضح الكلام يعني الأخ الله يحفظه يقول أن الراتب ينتقل من المرحوم المتقاعد إلى زوجته، وإذا زوجته توفت ينتقل إلى بنته الغير المزوجة. نعم بنته الغير المزوجة. نعم هم شو مسوين؟ مزوجين أختهم بس ما مسجليها، ما مسجليها بالسجلات الأحوال، فلذلك هي عزباء، هي عزباء يعني بالنسبة إلى القانون هي عزبة. فراحوا ودوا صحة ما أدري كذا أنه هي عزبة فيطوها الراتب، وهي وحقيقة الحال هي متزوجة، فهذا كذب، كذب ومخالف القانون، فلا يجوز لها أن تأخذ الراتب الذي لا تستحقه قانونيا. سمحت السيد رأيه لا يجوز أخذ كل ما يكون من مستحقات خلاف القانون، وهذا خلاف القانون. أحسنتم سيدنا. المرأة التي تطلقت بمحكمة دولة أوروبية من ناحية شرح تقولون هل بها إشكال أو حرمة؟ نعم هذا الطلاق باطل، طلاق باطل، وهي لا زالت في ذمة زوجها، وهذا كلامنا نستمر دائما نقوله أنه قانون الأحوال الشخصية اللي يجعل المحاكم هي التي تطلق، طلاق المحاكم باطل عند الفقه الإمامية الاثنى عشرية، فلذلك سواء كانت دول غربية أو دول إسلامية الطلاق باطل، لازم ويا طلاق شرعي، لازم ويا طلاق شرعي، وهي لا زالت في ذمة زوجها ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره. طيب عندنا اتصال لو أقرأ رسالة. أبو مصطفى عزيزي تفضل. سيد وياي؟ نسمعك يا عزيزي، تفضل اطرح سؤالك. سيدنا العزيز، تقريبا بال2017 نعم اشتريت مواد بناء وصار غلط بالحساب عليه يعني 80,000. نعم. فعلى أساس أرجعه ما أعرف شنو لحد السنة ما رجعت.
اريد شنو الحل يعني لهالموضوع هذا اللي ارجحهن انا المكان يمكن ما اعرف هسه. يعني ما تعرف من خذيت ما تعرف شلون ترجع لهم بالضبط. تمام. المطلوب من عندي شنو اريد وممنون منك. شكرا لك على اتصالك، تفضلوا سيدنا. بشتري مواد بناء. نعم، وصاير خطأ بالحساب بعدين اكتشفه ويقول تأخرت من 2017 اليوم ما رجعت الفلوس، وهسه ما أدري وين هم. فله أو عليه؟ عليه سيدي. عليه مال للصاحب. نعم. صاحب الشركة. السكلة أو الموقع. شوف حبيبي، لابد أن تبحث عنه حتى تيأس. لابد أن تبحث عنه حتى تيأس. إذا يأست وسيدة ما أدري وين راح، مات كذا ما أدري، هنا تتصدق بالمبلغ عنه عن صاحب المال، تتصدق إلى الفقراء بإجازة الحاكم الشرعي. أحسنتم سيدنا. سؤال، أني ولدت يم أبويا وأمي وأخذني عمي سبب ما يصير عنده أطفال، فعشت 15 سنة بين عمي وأهلي وبعدين بقيت يم أهلي وصارت مشاكل بين الطرفين، والسبب أرجع يم عمي وكانوا أخوتي وأخواتي وأمي معارضين، ما حد يقبل أرجع وكان الموافق رجعتي فقط أبويا، وأنا كسرت كلام وأمي ورجعت يم عمي. شنو يعني شوي أكو أشياء مواضحة. وأمي زعلت ورا فترة طويلة، هل يصح هذا الشيء سويته أم لا حفظكم الله؟ يعني هاي مشكلة التبني، يعني لما يتبنى العام بنت أخوه في النهاية هاي تكبر وعلي حال يعني أولاد الآخرين تشعر سعدة إذا عنده أولاد آخرين، فمشكلة شرعية. يعني شلون أنت أولاد عمها وياها هم يعتبروها أختهم، هي مو أختهم، هي بتعمهم، يعني يقدرون يزوجوها. في ناحية علي حال زوجة عمه، هاي زوجة عمه، شلون لما يكبر هاي سبنية الحمد لله، مو نعم. هي بنت أظن، فزوجة العم ما في مشكلة، أما لو كان ولد إذا بلغ زوجة عمه شلون تتحجب أمامه. مشكلة التبني مشكلة عويصة جدا، وإحنا تكلمنا عنها وقلنا هذه بيها يعني حسب تعبيرنا لوازم نفسية واجتماعية وشرعية. وهذه مسكينة هم عايشة البنت تقول عمي يريدني وأبويا وأهلي يريدوني وأنا بينهما، فعصيت أمي ورحت رجعت لعمي. طبعا إيذاء الوالدة ما يجوز، إنسان لازم عليه حال يحافظ على السلوك الذي لا يغضب والديه ولا يؤذيهما، إيذاء الوالدين فيه إشكال. أحسنتم سيدنا، إن شاء الله الأمر صار واضح للأخت الكريمة صاحبة السؤال. عندنا رسالة صوتية، لو أقرأ رسالة مكتوبة. ألو، اتصال عندنا. ها طيب، نقرأ هذا السؤال سيدنا. مدرسة في أو مدرسة في مدرسة إعدادية تقول في بعض الأيام لا يكون عندي دروس بالدوام، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن بدل الجلوس بدون فائدة بالمدرسة أو الاستماع إلى كلام المدرسات؟ أحيانا يكون غيبة أو كلام فاضي، لكن المديرة لا تقبل نقرأ قرآن وتشكل الذمة، بينما لو جلسنا هكذا بدون فائدة وتبادلنا أطراف الحديث مع بعضنا نحن المدرسات فلا تشكل ذمتنا، هل يجوز لها أن تشكل ذمتي إذا قرأت القرآن مع العلم لا توجد عندي دروس؟ لا، ليس الأمر بيد المديرة. المديرة عندما تكون بهالطريقة هذه واضحة أنها غير يعني غير متزنة. أنا لو أقعد أسمع غيبة لو أخذ القرآن وأخذ القرآن، لا، مشكولة ذمتك إذا تقرأ القرآن. قعدي سمعي زميلاتك إيش يقولن على جيرانهن وعلى عيالهن وعلى كذا، هذا كلام لا طائلة تحته، وكلام المديرة ما إلى أساس. ما دام أنت فارغة، ما دام ما عندك التزام مع الطلبة ومع التزامات القانونية، تصحيح أوراق، متابعة درس، متابعة مشكلة تلميذة، إذا ما عندك هالشكل أمور فقراءة القرآن لا إشكال فيه، والخوض في كلام فيه إشكال شرعي فالأولى الإنسان أن ينشغل بقراءة القرآن. سماحة السيد رشيد الحسين الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الاحترام والامتنان حضرتك. شكرا سيدي. حياكم الله، بارك الله بكم، سلمكم الله. الشكر لكم أيضا إخوتي الكرام أخواتي الكريمات مشاهدي البرنامج، لنا لقاء إن شاء الله الجمعة المقبلة الساعة 8 مساء بإذن الله تعالى. شكرا، في رعاية الله.